كما تعرف ان الوضع العربي لديه موقع جغرافي ولديه قوة اقتصادية يعني خاملة، تعتبر نوع ما بسبب الانقسامات وبسبب الامور اللي صايرة، الاشكاليات بين بعض الدول العربية والاحداث الحاصلة، ولكن قطاع العمل والعمال يصبح هو القطاع يعني الاقوى على الارض، لانه هو اللي يحرك في عجلة الانتاج. وانت عارف اي اقتصاد في العالم يعتمد على القوة البشرية. اليوم احنا الوطن العربي قوة بشرية كبيرة، سوق كبير. طبعا دول الوطن العربي تعتبر رقم واحد في انتاج النفط وتصدير النفط، هذا رقم واحد. وايضا ناتي للصناعة والزراعة والخدمات والسياحة. هذه كلها عوامل، يعني من عوامل الانتاج. عوامل الانتاج الثلاثة هي اللي الحكومات والعمال واصحاب العمل. طبعا مصر دائما هي نبض، يعني هي قلب العروبة النابض، ودائما هي تجمع في العرب في الوقت الحرج. واحنا الحمد لله طبعا يعني تناقشنا في جلسة افتتاحية امس، وكانت الكلمات كلها كلمات ايجابية وذات رسائل طمأنة ان التواصل العربي يكون على مستوى، وتنفتح بيناتنا التواصل والتنقل بين الدول العربية، والتعاون المشترك في الاستثمار والصناعة وأيضا في يعني جانب الأعمال. طبعا أي اقتصاد في العالم يحتاج إلى يد عاملة، إلى قوة عاملة. يعني بالتأكيد احنا يعني في دول عربية كلنا لدينا يعني قوة عاملة كبيرة، ولدينا خبرات، لدينا مهارات، لدينا سكيلز، يعني موظفين لديهم يعني مهارات معينة، واحنا ماذا بينا ان هذه المهارات يتم استغلالها وتوظيفها في تنمية الاقتصاد العربي وتقويته. طبعا الوطن العربي لديه موقع جغرافي كبير، لديه المنافذ البحرية، ولديه أيضا القنوات البحرية، ولديه أيضا المضيقات والمعابر البحرية الرئيسية التي تنقل التجارة بين العالم. ولكن لو تم توظيف هذه العوامل، توظيف صحيح، اتجاه صحيح، سوف يكون الاقتصاد العربي من أقوى اقتصاديات العالم صراحة يعني.